السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من نكد الدنيا على الحر في زماننا أن يتسيد منابر الإعلام من يقول بالحرف الواحد. هناك أسطورة تسمى بإجماع العلماء وأجمع العلماء، تسمعها طول الوقت وما فيش حاجة اسمها أجمع العلماء، واللي بيقول كده كذاب. يلا خلينا نروح نتحاسب بقى. هذا ما قاله حرفيا إبراهيم عيسى على قناة محلية مصرية من بلد الأزهر الشريف. الفكرة ليست في نقاش علمي رصين لمسألة مكانة الإجماع ومتى وكيف نأخذ به، والرأي بمن يتوسع به كثيرا وإلى آخره، هذه كلها مسائل قابلة للنقاش في أي وقت وفي أي زمان. ولكن الاعتراض على مستوى قلة الأدب والتطاول من يهرف بما لا يعرف على مثل هذه المسائل العلمية ذات الاختصاص. نتابع. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من لكل زمان ومكان، نناقش بها في الساعة الأولى مكانة إجماع العلماء في الفقه الإسلامي المعاصر، ثم في الساعة الثانية نفتح المجال لأسئلتكم الفقهية المختلفة. ومعنا فضيلة الشيخ حسين حلاوة، الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. حياكم الله فضيلة الشيخ ومرحبا بكم. حياك الله وأهلا وسهلا أخي الحبيب، وحيا الله إخواني أخواتي المشاهدين في كل مكان من أرض الله سبحانه وتعالى، وبارك الله أيامكم الطيبة. ما فيش حاجة اسمها أجمع العلماء، واللي بيقول كده كذاب، يلا خلينا نروح نتحاسب بقى، ما رأيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على سيدي إمام النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله العالمين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحب الكرام، وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين، وجميع الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا أن تجعله خيرا من أمسنا، وأن تجعل غدا خيرا من يومنا، ولازلنا في الأيام الطيبة من شهر ربيع الأول، شهر المولد، مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما نتكلم عن الإجماع إنما نتحدث عن الأصل الثالث من الأدلة الشرعية. الأصل الأول القرآن، والثاني السنة، والثالث الإجماع، والرابع القياس، وتلك هي الأدلة المتفق عليها بين علماء الأمة. عندما يأتي إنسان لا خبرة له ولا معرفة له بدين الله سبحانه وتعالى، بالشرع، بالأحكام، يأتي إنسان غير متخصص فيلوك بلسانه هذه الأمور التي تحدث فيها عظماء الأمة من قديم الزمن إلى يومنا هذا، فعندئذ الإنسان لا يعبأ بما يقول، لأن الإنسان إنما يناقش أهل العلم في تخصصاتهم إذا كان متخصصا مثلهم، أما إذا كان هو في واد وهم في واد فعندئذ الكلام معهم لا يفيد. ولذلك مع احترامي دعك من هؤلاء، وهيا ندخل إلى المسألة العلمية حتى ننير الطريق لأهلينا وإخواننا وأبنائنا وبناتنا المسلمين ليعرفوا، حتى إذا جاء أمثال هؤلاء، أنا لا أريد أن أتحدث عنهم بأكثر من هذا، الذين لا يعرفون عن دين الله شيء، وربما يعرفون عن غير الإسلام أكثر مما يعرفون عن الإسلام. طيب يستطيع نعم. أن يردوا عليهم. نعم. هنا بين يدي هذا شيخنا الحبيب أقرأ تلك العبارة التي يقول فيها أكثر من مؤلف في كتب الفقه: اتفق أهل السنة من الفقهاء والأصوليين على الاحتجاج بالإجماع في الجملة، وأنه دليل من الأدلة الشرعية
التي تبنى عليها المسائل، وشذ بعض المعتزلة والرافضة وأنكروا الاحتجاج بالإجماع، وقولهم مهجور عند أهل العلم لا يلتفت إليه. هل يمكن أن نقول أن كل من يرفض إجماع العلماء معتزل أو رافضي في زماننا المعاصر؟ لا، شوف يا سيدي، الإجماع عندنا هو إما أن يكون قطعي أيضا الثبوت، فإنكاره كإنكار القرآن وإنكار السنة الصحيحة، قطعية الدلالة، قطعية الثبوت سواء بسواء. وإما أن يكون الإجماع ظني، لأن الإجماع كذلك منه ما هو قطعي وسنتحدث عنه، ومنه ما هو ظني وسنتحدث عنه. فالذي ينكر الإجماع القطعي كمن ينكر آية من كتاب الله، كمن ينكر حديثا قطعي الثبوت قطعي الدلالة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث المتواترة مثلا. أما الذي ينكر الإجماع الظني أو الإجماع السكوتي المسمى، فهذا يعني في النهاية نأخذ ونعطي معه. لكن الإجماع يا سيدي، ما هو تعريفه حتى نقف على الـ 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 الآثار المترتبة عليه؟ الإجماع هو اتفاق مجتهدي عصر من العصور، اتفاق مجتهدي عصر من العصور على مسألة من مسائل الدين لا يخالفهم فيها منازع من أهل عصرهم، تمام؟ اتفاق. يبقى إذا لو وجد من يختلف معهم من أهل العصر لا يسمى اتفاق، إنما قد يسمى رأي الجمهور أو السواد الأعظم من العلماء هكذا. إنما الاتفاق الذي لا يختلف معهم أحد في عصر من العصور، لابد أن يكونوا جميعاً في عصر واحد. فلو لم يكونوا في عصر واحد لا يسمى إجماعاً. لو كان بعضهم في القرن الماضي والبعض الآخر في هذا القرن لا يسمى إجماع على مسألة من مسائل الشريعة. هذا المراد به، مسألة فيها حكم شرعي لها سند شرعي من كتاب أو من سنة، فيتفق جميعا عليها، مثل إقامة الصلاة، أجمعت الأمة على فرضية الصلاة. فإن جاء أحد ينكر الإجماع، هذا معناه أن ينكر إجماع الأمة على فرضية الصلاة، أن ينكر إجماع الأمة على فرضية الزكاة، أن ينكر إجماع الأمة على فرضية الصيام. مثل هذا لابد أن يستتاب ويبين له الأمر. فإذا أصر بعد التبيين فهو أنكر معلوما من الدين بالضرورة، يخرج به عن الإسلام. طب عفوا فضيلة الشيخ، خلينا نعطي مثال على مسألة الإجماع الذي هو قطعي الثبوت، والذي إذا أنكره أحدنا يعتبر مخالفا لهذا الدين. أنا قلت إجماع الأمة على فرضية الصلاة. عفواً، بس إجماع الأمة على فرضية الصلاة. إجماع الأمة. لا، أنا أقصد مثال لمسألة لم ترد في القرآن أو السنة. إجماع الأمة على أن تعطى الجدات السدس. إجماع الأمة على أن ابن الابن، على أن ابن الابن يعني إذا وجد الابن فإنه لا يرث. هذا إجماع. في مسائل مطروحة مثلا زي مسألة، أعطيك بعض الأمثلة شيخنا وصلحني فيها. يعني مثلا بين يدي أنا حضرت أمثلة، القول جمع القرآن على الرسم العثماني في المصحف، جمع القرآن في عهد عثمان، الزكاة في الأنعام، العقوبة بالحبس، فكرة أنه إنسان يوضع بالسجن عقوبة له، اعتبار الغسل شرطا لانقضاء العدة، قتال من منع الزكاة. لا، ليست هذه مسائل محل الإجماع. ليست هذه المسائل التي ذكرتها الكثير منها ليس محل الإجماع. يعني لكن هي تطرح ضمن مسائل إجماع العلماء. لا، هو احنا عندما سيأتي ونتكلم عن بين الإجماع بين الإفراط والتفريط. ايوه، لان ايضا الإجماع في
في إطار أهل السنة والجماعة هناك من أفرط فيه حتى صار في كل مسألة يدعي الإجماع ولا إجماع، وتجد هذا في الحقيقة موجود كثيرا في كتب الفقه. تمام، لا ندعي أن ذلك غير موجود، لا هذا موجود الإفراط في ذلك. وبين التفريط الذين يقولون لا يوجد شيء اسمه الإجماع كما سمعنا، لكن نحن نأخذ الأمور بميزان العدل وميزان الوسط وميزان يعني الإجماع الحقيقي، وليس الإجماع الذي يعني اختلف فيه أهل العلم. ومن هنا ترى كلمة الإجماع يعني إيش. مثلا هناك ما يسمى بالإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي أو ما تحدثت عنه بالإجماع الظني. تمام، عرضت مسألة مثلا في عصر من العصور على المجتهدين، وعندما نقول مجتهدين لا نتحدث عن المقلدين، المقلد لا، احنا نتكلم عن العالم المجتهد الذي أوتي آليات الاجتهاد التي ذكرها العلماء والفقهاء. عندما يا سيدي تعرض مسألة مثل هذا، فأتكلم مثلا عندي 100 مجتهد، إذا فرض وعرفنا عدد المجتهدين، وهذه مسألة أيضا سنأتي الحديث عنها في عصرنا الحديث، هل تحقق الإجماع جائز؟ إذا كان الأخ الذي تكلم يقصد أن تحقق الإجماع يعني غير ممكن في العصر، نأخذ ونعطي معه في الكلام. لكن إذا كان يعني أن الإجماع غير موجود في شريعة الإسلام نهائيا، فهذا كلام آخر. تحقق الإجماع في عصرنا نعم نأخذ ونعطي فيه في الكلام، وهل هناك بديل للإجماع نتكلم ونقول عندنا بدائل مطروحة يعني وطرحها العلماء، بدائل للإجماع الآن كالاجتهاد الجماعي يعني. فنقول بأن عرضت مسألة ما في عصر من العصور وعرف عدد المجتهدين، تمام، عرف عرفنا عدد المجتهدين 100 مجتهد في هذا العصر، لا أتكلم عن الآن، أي يوم أن كان الأمة يعني عددها ومحيطها معلوم ويستطيع الناس أن يعرفوا من العالم المجتهد، يعرف بين الناس. وأبدى 50 من أهل العلم رأيهم في المسألة، والخمسون الآخرون سكتوا. عند جمهور أهل العلم لا يسمى هذا إجماع، عند جمهور أهل العلم لا يسمى. لماذا؟ يقول لك والله ربما السكوت ده لا يريد أن يتكلم في المسألة، ربما عنده شيء من التحفظ ساكت، عنده شيء من الرهبة، عنده شيء من الخوف، عنده إلى آخر ما تستطيع أن تلتمس به الأعذار. تمام، لكن السادة الأحناف رضوان الله عليهم هم يأخذون بهذا الإجماع السكوتي، ويقولون لا، بأن العالم لا يمكن أن يسكت هكذا خوفا ولا إلى آخره، هكذا إحسان الظن طبعا جزاهم الله خيرا، وإنما يقولون بأن سكوت العالم المجتهد هو يعني يعتبر في إطار الإجماع إذا كانت المسألة مطروحة. تمام، هو هذا الخلاف بين الإجماع القطعي والإجماع الظني. الجمهور أو عامة أهل السنة والجماعة يرون أن الإجماع القطعي هو الذي يبدي فيه المجتهد رأيه، يتكلم في المسألة المطروحة من غير خوف ولا شيء، وأن تكون المسألة مطروحة على البحث، على إطار البحث، وأن يكون في عصر واحد. تمام، وأن يجمع أهل هذا العصر من المجتهدين على هذه المسألة، يبقى أن يكون هناك مجتهدون أن تطرح عليهم المسألة المراد الاجتهاد فيها، أن يبدي كل مجتهد رأيه بلا خوف وبلا أي منغصات أو عوامل خارجية تمنع ذلك، وأن يكون ذلك في عصر واحد. إذا تحققت هذه الشروط سمي الإجماع، إذا اختل شرط لا يسمى إجماع. نعم، طيب الآن إحنا في هذا الأمر،
منقول إن المصادر التشريع الإسلامي، أنا كمسلم أخذ التشريع ابتداء من القرآن الكريم ثم من السنة النبوية ثم من إجماع العلماء، بهذه الأولوية بهذه المكانة بهذا الترتيب، ولماذا؟ نعم، لأن الأمة لا تجتمع على ضلال، الأمة لا تجتمع على ضلال كما جاء في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. الأمر الثاني أن الله أمرنا أن نرد أمورنا إذا اختلفنا فيها إلى أهل العلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أولو الأمر منهم هنا هم ليسوا الحكام، كما قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهم أهل العلم أن أولي الأمر هنا في هذه الآية. لماذا؟ لأن الله قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن أولي الأمر الذين يستطيعوا أن يستنبطوا الحكم من ثنايا الدليل، لكن الحاكم قد يكون لا يعرف القراءة والكتاب. المعتصم قيل ما كان يعرف القراءة والكتاب لأنه انشغل بالجلوس في الثغور والجهاد. هناك حكام الآن لا يعرفوا القراءة والكتابة، هناك حكام كل نصيبهم أنهم تعلموا الرماية والعسكرة وإلى آخره، لا علاقة لهم بدراسة العلوم التي تؤهل إلى معرفة الاستنباط. هناك حكام يا سيدي لم يتعلموا في بلاد الإسلام كلمة، ولذلك ترام ربما لا يعرف أن ينطق بالعربية إلا الهمس القليل، لأنهم تعلموا في خارج بلاد الإسلام وحصلوا على شهاداتهم في يعني في خارج بلاد الإسلام في غير العلوم الشرعية، عشان ما يستدركش أحد علي ويقول لي ممكن خرج في خارج بلاد الإسلام وحصل على الشريعة وإلى آخره. هكذا حال الحكام. أما أولي الأمر المعنيين بأهل العلم لا، لهم ضوابط ولهم شروط تتحقق في 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 الاجتهاد، والاجتهاد هو بذل الوسع. هذا معنى المجتهد، أنه يبذل وسعه بما أوتي من آليات المعرفة في هذا العلم، سواء كانت في اللغة العربية، سواء كانت في علوم الحديث، سواء كانت في يعني القرآن الكريم آيات الأحكام، سواء كانت في علوم القرآن، سواء كانت في هذا علوم اللغة، في كثير من العلوم التي تهيئ الإنسان لأن يكون مجتهدا. أما إذا لم يكن الإنسان هكذا مجتهد فلا، ما 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 ما, ما يصحش أن يقال هذا الإنسان هو يعني أحد مجتهد الأمة وأحد الذين يعني يقال لهم تقدموا حتى تكونوا من أهل الإجماع. لا، هذه واحدة. ثم يا سيدي إن الإجماع يعني حصل في عصر الصحابة، حصل كما ضربنا مثالا عندما يعني عرضت مسألة ميراث الجدات، وليس في القرآن منها شيء ولا في السنة، ليس في القرآن منها شيء ولا في السنة. فاجتهد جمع سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي العظيم الجليل، جمع فقهاء الصحابة وكانوا يومئذ معروفين، يعني ما حد يستطيع كل الفقهاء في هذا الوقت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعني، لأن لم يكن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا للاستنباط والاجتهاد، لا، كلهم كانوا يعرفوا دينهم، نعم، ما حد ينكر، كلهم أهل خير، نعم، كلهم من خير القرون، نعم، فوق رأسي، لكن لم يكونوا جميعا. ولذلك هناك ما يسمى بفقهاء الصحابة، فقهاء الصحابة. فهناك زي سيدنا عبد الله بن عمر، زي سيدنا عمر بن الخطاب، زي سيدنا عثمان بن عفان، زي عبد الله بن مسعود، زي سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، زي يعني هؤلاء اللي هم يعني كانوا وغيرهم من الفقهاء. كان سيدنا أبو بكر جماعهم، يا جماعة لا أجد نصا في كتاب الله في أمر الجدة، فماذا نعطيها؟ خلي بالك يا أستاذ، هم لا يؤلفوا دين، هؤلاء المجتهدون هم لا يؤلفوا، إنما يجتهدوا ليستنبطوا، يجتهدوا ليستنبطوا حكما. فنظروا
الجدة أقرب إلى الأم، أليس كذلك؟ نعم. ما أحد يقول الجدة ليس بأم، طب ماذا حكمها؟ تأخذ حكم الأم يا أخي، ما الذي في ذلك؟ طيب نتفق على ذلك، نعم تأخذ حكم الأم الجدة، فأعطوها السدس. طيب ابن الابن وجد وموجود معه الابن، موجود معه، هل الابن يحجب ابن الابن؟ ما لم تعرض مسألة مثل هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. اجتهد الصحابة هل يحجبه أم لا يحجبه. طيب ما أنا عندي أصل في المواريث أن الأقرب يحجب الأبعد، الأقرب يحجب الأبعد، هذه قاعدة من قاعد المواريث، بمعنى أن لو عندي الابن يحجب الأخ، طب لو عندي الأب يحجب الجد، طب عندي الابن يحجب ابن الابن، تمام؟ فأجمعوا على أن ابن الابن محجوب بعمه بالابن، محجوب بالإيه؟ بالابن. طيب ما واحد هيقول لي طيب يا شيخ إذا ابن الابن كده يخرج ها من يقولون أنا آسف المصين من المولد بلا حمص، يعني يخرج بلا شيء. نعم. لا شيء، لا، انظر إلى عظمة الشريعة، هو لا يأخذ من باب الفرض لكن يأخذ من باب آخر، عندنا باب الوصية، وحتى أصبحت فيما بعد حتى لا يعني ينخلع منها البعض أو ينكرها البعض، ربما يأتي ببعض أعمامه لا يريدون أو شيء من هذا القبيل، فسميت، لكن قبل ما أقول سميت بإيش، يشترط أن يكون ابن الابن مات أبوه في حياة جده، لو مات قبل جده، يعني أنا آسف، يعني مات أبوه في حياة جده، يعني جده عايش وهو أبوه مات، لكن لو أن الجد مات الأول فهو أبوه سارس هكذا بلا شيء. طيب فسميت بالوصية الواجبة، سميت بالوصية الإيه؟ الواجبة. شوف حتى أضافوا إلي لفظ واجبة، أضافوا إلي لفظ واجبة حتى لا يستطيع، ما يجيش بقى عم يريد أن ينكر حق أبناء أخيه الذين، لأنهم جاءوا للمشرع وقالوا ما ذنبنا إن مات أبونا وجدنا لا زال حيا، ما ذنبنا نحن. نعم. طيب فضيلة الشيخ، الآية الكريمة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره، هل يمكن الاستدلال بها على نعم هذه من الآيات التي استدل بها الأصوليون في إثبات الإجماع، من الآيات التي استدل بها الأصوليون في إثبات حجية الإجماع هذه الآية، وقالوا يا ريت إننا نشرحها ونبين كيف استدلوا بها لو سمحت، بأن سبيل المؤمنين ويتبع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ها يعني يخرج ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، نعم يخرج عن 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 طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مش يخرج بس، لا ده يتبع سبيل غير طريق، السبيل هنا معناه الطريق، ويتبع غير سبيل المؤمنين أي غير، طب إيه هو طريق المؤمنين؟ ما أجمعوا عليه وليس ما اختلفوا عليه، لأني إذا كان هناك خلاف أنت ترى ذلك والأخ يرى ذلك، ها فلا أنا من حقي أتبع الطريقة التي مشى عليها الإمام مالك، وأنت من حقك أن تتبع الطريقة التي مشى عليها الإمام أبي حنيف، هذه الآية ليست دليل لهذا، لا إنما هي الدليل لما أجمعت عليه الأمة، سبيل المؤمنين، لأن في أحاديث كثيرة وإن كانت في بعضها سنة ضعف، لكن صححها الإمام الألباني وغيره بأن الأمة لا تجتمع على ضلال، ما كان الله ليجمع أمتي على خطأ، وفي رواية لا تجتمع أمتي على ضلال، أدي معنى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني المؤمنين أجمعوا على شيء وهو يتبع شيء تاني خالص. نعم. المؤمنون قالوا بأن الصلاة واجبة وهو يخرج برأسه يقول لا الصلاة غير واجبة،
من شاء أدها ومن شاء تركها، وعلى هذا أجمعت الأمة. لأننا عندي نص وأقيموا الصلاة، مش كده؟ صح؟ يعني عندي نص وأقيموا الصلاة، وعندي أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أدي القرآن وأدي السنة بالصلاة، عندي إجماع للأمة، إجماع للأمة على أن الصلاة فريضة من فرائض الإسلام. أدي التكملة قرآن السنة، أدي معنى الإجماع عندما يأتي في مسألة فيها نص أو فيها دليل، لأن الإجماع قد يأتي في مسألة فيها نص وفيها دليل، كالآيات اللي ذكرناها مثلا إقامة الصلاة، فرضية الصلاة، فرضية الزكاة، فرضية الصيام، فرضية الحج لمن استطاع، أو قد يأتي فيما لا نص فيه لكن جاء إجماع، مش اجتهاد والأمة اختلفت فيه، لأن من قواعد الأصول التي عليها جل علماء الأمة، جل علماء الأمة، أنه ما اختلف فيه لا إنكار فيه. نعم، إذا وقع الاختلاف وارتفع الإنكار. طب فضلت الشيخ، الآن نحن قلنا سبيل المؤمنين واضح، اللي بيصير خلافه بيكون خالف إجماع علماء الأمة. هاي المسألة كانت سهلة التحديد، واضحة المعالم في عصور الصحابة وكبار التابعين. لما تفرقت الأمة رأى بعض أهل العلم والفقهاء أنه لم يعد هنالك مكان للإجماع، وحصروه بعصور الصحابة ومن بعدهم بقليل. أليست هذه الآراء فيها وجاهة؟ لا، فيها وجاهة ولا نستطيع أن ننكرها، لكن نحن لا ننكر الإجماع عندئذ، إنما نقول في إمكانية أن يقع. نقول نعم إمكانية إذا توفرت الشروط الأربع التي ذكرتها، تمام، أن يكون هناك مجتهدون، أن يجتمعوا في عصر من العصور، أن تكون هناك مسألة محل يعني بحث ورأي، أن يقول كل واحد من المجتهدين رأيه بحرية، تمام؟ إذا توفرت هذه الأربع شروط في أي عصر وفي أي مكان، في أي عصر يعني، لأن الإجماع لا يرتبط بمكان على فكرة، ولا يرتبط بقبيلة من القبائل، ولا بعنصر من العناصر، بمعنى لا نستطيع أن نقول اجتمع علماء الشام، هذا شيء آخر. ولذلك بعض ده اللي عايز أقول بقى، بعض الإجماع الذي نراه في كتب الفقه قد يكون إجماعا مذهبيا، قد يكون إجماع مذهبي، عندما يتحدث الإمام النووي عن الإجماع مثلا، ها، فقد يقصد بذلك الإجماع في إطار المذهب الشافعي الذي ينتمي إليه الإمام المجتهد العظيم الإمام النووي. وكذلك مثلا يعني هكذا، إذا قال ابن عبدين مثلا، فقد يكون يرى أن هذا الإجماع في المذهب الذي ينتمي إليه المذهب الحنفي، وكل مثل هذا في سائر المذاهب. تجد في كثير من ثنايا كتب المذاهب كلمة الإجماع، ها، ولكن في الحقيقة لا، أنت رجعت إلى مذهب آخر ستجد يخالف هذا الكلام. إذا المسألة إجماع لا. ولذلك لما يجي مثلا بعض الإخوة، للأسف سأضرب على ذلك مثالا من الواقع الذي نعيشه، في قضية الأخذ بالحساب الفلكي في ثبوت الرؤية، تمام، الأخذ بالحساب الفلكي، لما يجي واحد يقول لي الأمة أجمعت على هذا، أقول لا، أنت مخطئ، ليس هناك إجماع بدليل. التابعي عبد الله وغيره من أئمة الفقه الشافعي والحنفي والمالكي الذين كانوا يرون بالأخذ بالحساب، لكن لا يعنون به الرزنامات ولا يعنون به التنجيم، لا، إنما يعنون به الحساب الذي أصبح الآن قطعيا. كانوا يعرفون أن الحساب يختلف عن التنجيم ويختلف. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما يتكلم كثيرا عن الحساب وإنكار، هو يعني التنجيم، يعني حساب التنجيم. فإما يجي واحد يقول لي
الأمة أجمعت. وبيحدث هذا دائما، وبنرى فتاوى للأسف عندما يهل علينا إلى رمضان المبارك ونسمع مثل هذه. الأمة أجمعت على عدم الأخذ بالحساب وعلى الأخذ بالرؤية. نقول لا لا، الأمة لم تجمع على ذلك بدليل مخالفة فلان وفلان 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 ممن يعتد بهم. طبعا إذا هناك إجماع وخالف من لا يعتد به، لا هذا لا لا لا, لا عبرة بخلافه. يعني بمعنى لما العلماء يقولون بأن الصلاة واجب، لما يجي واحد زنديق ولا واحد مثلا تطرف في تصوفه إن كان إنجاز أن نسميه وكذا، فقال لا أنا معليش صلاة، الصلاة موضوع عني، لا لا يمكن أن نقول هذا يعني الرجل رأيه معتبر في الإجماع، فإذا لا إجماع في المسألة. لا، نقول هذا لا عبرة بكلامه بحديثه، لأنه ليس ممن يؤخذ بكلامه أصلا. نعم. ممن يؤخذ بكلامه. نعم. طيب فضيلة الشيخ، في هذا السياق الآن حضرتك قلت أنه مش كل إجماع يجب أن نتوسع به، وليست كل مسألة نقول أجمع عليها العلماء، يجب أن تكون هنالك موازنة بين الإفراط والتفريط. كيف نوازن؟ كيف بدي أعرف أنه لا لا هاي مسألة مبالغ فيها أن نحكي أنه العلماء أجمعوا، ولا وهاي مسألة يقللون من شأن إجماع العلماء بها مع أن العلماء أجمعوا؟ كيف نعرف؟ طبعا الرجوع في ذلك إلى أهل العلم الثقات وإلى كتب العلم التي تتحدث في مسائل الإجماع، كتب العلم المختصة بهذا. وهناك كتب كتبها الفقهاء ووضعوها في هذا العلم، وكتب الأصول مليئة بمثل هذا. فنحن لا نريد أن نقول عن كل مسألة فيها إجماع كما يحدث من أقل شيء، زي ما ضربت مثال رؤية للرمضان ولا أي شيء يقول لك الإجماع، المسح على الجورب يقول هناك إجماع ألا يوجد أن النبي لم يمسح على الجورب، في حين ورد فيه ما يزيد عن 60 صحابي رضوان الله عليهم أو أكثر من ذلك، أكثر من ذلك يعني. تمام، فيجي يقول لك لا يوجد الإجماع على عدم المسح على الجورب أو شيء من هذا القبيل. أو يجي زي ما سمعنا من ينكر الإجماع. لا، نحن كما قلت عندنا ضوابط شروط وضعها أهل العلم، إن تحققت نقول تحقق الإجماع، وإن لم يتحقق نقول لم يتحقق الإجماع. طيب هل الإجماع بإمكاني أن يتحقق في عصرنا الآن؟ الحقيقة صعب، ولا ننكر بأنه من الصعوبة بمكان إن لم يكن من المحال أن يحدث الإجماع الآن. تمام، وطبعا المسائل التي أجمع عليها لا يصح أن تكون محل دراسة جديدة، المسائل التي أجمع عليها لا يصح، إنما أنت عندك مسائل في عصرك اجتهد فيها يا سيدي، قل فيها بالإجماع إن تحققت الشروط، إذا لم تتحقق الشروط قل فيها يعني برأي الجمهور أو الأكثرية كما تشاء، لكن لا يحق. وهكذا أجمع على هذا أهل العلم أن ينقض إجماع تم في عصر من العصور. ليش؟ لأن الإجماع الذي تم هذا هو مش هكذا عقلا، لا إنما تم على أسس ومرجعيات، لأن أصل الإجماع أن تكون مرجعيته القرآن، فإن لم يجد ففي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش الإجماع من هوى. لا ده طيب إذا ما فيش دليل، لا ده بيدخل بقى معنا في القياس. تمام، مش في الإجماع، لو ما عنديش دليل خالص وعرضت مسألة ويجتمع أهل العلم، طب يا جماعة تعالوا نشوفوا هل هناك مسألة قريبة منها، ها هل هناك مسألة تشترك في أمر من الأمور مع هذه المسألة، زي مثلا ما وجد الحشيش والحشيش لم يكن عند أهل العلم من قبل خبرة به، هم الذين يعرفونه الخمر، والآيات نزلت في تحريم الخمر، فلما ظهر الحشيش أو الأفيون والآن البذرة والحاجات اللي ظهرت دي، طب يا جماعة ده الآية بتقول الخمر. هنا نظر أهل العلم في المكون الجديد ده، هل يشترك مع ما حرم الله سبحانه وتعالى الخمر في صفة من الصفات،
يشترك. المعني بالخمر سميت خمر لأنها تخامر العقل، لأنها تغير العقل، لأنها تسكر. طيب ما هو الحشيش بيسكر برضو، ما هو الأفيوم بتخدر، الكلام ده كله. يبقى إذن هي محرمة قياسا على الخمر، قياسا على الخمر. لكن هذا قياس وليس إجماع. أحسنت، هذه المسألة قياس وليست إجماع. نعم. فإذا إحنا الآن مسألة الإجماع هي قضية لا تدخل في باب القياس أو المصالح المرسلة أو قول الصحابة. قضايا اجتهادية، قضايا اجتهادية، والفرق بينها وبين الإجماع أن الإجماع لا ينقض، أما القضايا الاجتهادية تنقض. يعني بمعنى لو جينا بعد 20 سنة لقينا بلد فيها حشيش نفس الاسم لكنه لا يسكر، تمام؟ ده عبارة عن زي احنا عندنا في مرة أنا نازل أشتري خضروات، أنا آسف، من المحل، فلقيت الأخ بيقول هات لي الشيخ حشيش. يعني تجمدت قدماي فظلت يمزح وعايز يضحك معايا. قلت له أبي هكذا تمزح معايا يا عم الشيخ؟ طب شوف لك حاجة تانية حلوة تمزح معايا. يقول له هات لي عصير وكذا، وخدتها أضحك. قال لي يا عم الشيخ أنت طلبت حشيش. قلت له أنا والله يا عم الشيخ أنت هتبليني، هتتهمني وأنا لسه واقف أمامك والأمة واقفة حوالينا. قال أنت طلبت كزبرة وطلبت شبت وطلبت بقدونس، ها؟ وهذه الأشياء عندنا في البلد تسمى حشيش. فمثلا يعني البعض اللي في بعض البلاد أظنها الجزائر، نعم لأن أخ كان جزائري أو مغربي، هو من بلاد المغرب العربي، هم يسمون هذه الأشياء. الله، بس إحنا عندنا في الفقه لفظ الحشيشة حتى في كتب الفقه هكذا، وتحرم الحشيشة قياسا على الخمر. لكن لما يجي واحد جزائري ولا مغربي ينشأ في بلده ويقرأ في المذهب تحرم الحشيشة قياسا على الخمر، يروح ما يأكلش الكزبرة ولا المكدونس ولا الشبت ولا هذه الأشياء. هم يسمون حشيشة لأنها تحش، أي تقطع من الأرض، تمام؟ ما لا يسمونها لأنها وهكذا. طيب فضيلة الشيخ، عشان نقرب الحديث، لأنه بجوز النص ساعة الأولى كانت نص ساعة خلينا نسميها يعني هيك أكاديمية جزلة، خلينا نقرب ما نتحدث به لعموم الناس. وين المشكلة اللي صايرة؟ أعود وأذكر إنه إحنا يا جماعة ليس من عادة هذا البرنامج أن يذكر أسماء الناس، ولكن كمان لا يعقل أن ندفن رؤوسنا بالرمل وننكر وجود ناس عمالهم بيحاولوا يشوشوا ويحكوا كلام ما أنزل الله به من سلطان وينسبوا إلى الدين والدين منه براء، وهم بعيدون كذلك عن فقه الدين. ومنهم الصحفي المعروف في مصر إبراهيم عيسى اللي بيطلع وإله منبر على الإعلام وبيتكلم وبيسمعوا له الناس، وطالع يتطاول على مصدر من مصادر التشريع في الإسلام اسمه إجماع العلماء، لما حاجة ما يكون فيها نص من القرآن واضح أو نص من السنة واضح يحكي لنا إنه هذا حلال أو حرام، ممكن يكون في إجماع بين علماء الأمة على هاي المسألة، أقروها بين بعضهم إنه يا جماعة إحنا متفقين على إنه هاي المسألة ما إحنا اتفقنا على إنه لازم الجدة إذا كانت موجودة نعطيها ميراث، مع إنه هذا مش موجود في القرآن والسنة بالنص الصريح، إحنا اتفقنا كذا، وهذا إجماع كل علماء الأمة اتفقوا عليه، ما حدا فيهم عارضهم من العلماء المعتبرين، فهو عندنا تشريع بناخده زي مصدر للدين إحنا بنعتمد عليه. هذا الرجل طلع يتطاول ويقول هذا كلام كذب وما فيش منه في الدين وإلى آخره، فإحنا حبينا نوضح بطريقة علمية هذا المعنى. الآن فضيلة الشيخ في هذا السياق، إيش بيترتب على هاي المسألة؟ يعني ماذا أنا أستفيد كمسلم عادي لما بعرف هاي المعلومة إنه الإجماع مصدر من مصادر الفقه؟ هو يريد وأمثاله، لا داعي لذكر الأسماء مرة أخرى، هؤلاء أو هذه الفئة من الناس، وليس جديد، هو بيحاول يفتش في البطون الكتب ويحاول يأتي بمثل هذه الأشياء التي يعني تكلم فيها الناس. بس ما الناس تكلم أهل علم، أهل فن، أهل اختصاص، لكن مش هكذا
يعني ناس لا 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 علاقة لهم حتى بالصلاة ويجوا يتكلموا في مثل هذه الأمور؟ لا، ال الهدف من هذا الذين يعني ينكرون الإجماع هو إنكار كثير من أمور الأمة، إنكار كثير من أمور الأمة، لأن كثير من الأحكام الفقهية ما جاءتنا إلا عبر علمائنا وسلفنا والصحابة. نحن مثلا ما نقول أجمع الصحابة على جمع القرآن الكريم، طيب لما يجي يقول الإجماع لا ليس موجود، يبقى ما فيش إجماع، يبقى القرآن الكريم لا، ده هذا كان اجتهاد من أبو بكر ولا من فلان، من شاء أخذ به ومن شاء لم يأخذ به. إذن القرآن لما جمع الآن هو جمعه ليس منضبطا، ونحن نريد أن نراجع أنفسنا. هناك آيات من القرآن وضعها أبو بكر هكذا اجتهادا من نفسه، لكن لما نيجي نشوف الطريقة اللي جمع بها القرآن من إجماع الصحابة، وزي ما قلت هم أهل العلم والاختصاص في عصرهم، وليس معهم أحد أهمل كان خارج المدينة، كان لسه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي فارق إلى الرفيق الأعلى، والصحابة لازالوا معروفين، معروف مين ومين ومين، ومن المجتهد ومن غير المجتهد، من الصحابي اللي إنجاز أن نسميه من عوام الناس، ومن الصحابي اللي كان عالما لازم النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم معه يعني وأخذ عنه ويعني وإلى آخره. فلما يجي فينكر مثل هذا فهو سينكر علينا حجية القرآن، لأن حجية القرآن إنما جاءتنا بالإجماع، جاءتنا بالإجماع. المصحف اللي معنا هذا اللي بين أيدينا إنما جاءنا بالإجماع، فكون إنسان ما ينكر إجماع الأمة، أنا أعيد وأقول لا أقصد إجماع المعاصر، لما أقول لي الآن ما فيش إجماع صعب أن يتحقق الإجماع المعاصر، أنا سأؤيده وأقول له أنا معك، لكن تعالى أنا عندي بدائل لهذا الإجماع، تمام؟ حفاظا على الدين والأمة وهذه روح الإسلام. لكن عندما ينكر الإجماع في صدر الأمة، لا، هو يريد أن يجرنا، ده مخططات، هو سبق من قبله هو وأمثاله أن تكلموا عن السنة النبوية، وإن السنة دي ليست حجة لأن دخل فيها الضعيف ودخل فيها الموضوع وإلى آخره. ما الهدف من ذلك؟ إسقاط الدين، لأن السنة إذا سقطت ولم تكن مصدر تشريع سقط الدين كله أو ثلثي أو غالبيته. أنا لا أعرف كيف أصلي إلا من السنة، أنا لا أعرف كيف أحج إلا من السنة، لا أعرف كيف أصوم إلا من السنة، لا أعرف ديني. القرآن ذكر مجملات وفصل في بعض الأمور التي تعمد القرآن أن يفصل فيها كالمواريث مثلا، لكن ترك للنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الصلاة ليربطنا أولا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالوحي المحمدي، بالسنة. عشان كده ما كان القرآن قادر يعني في 3-4 آيات أن يذكر الصلاة وانتهينا، لا، إحدى وسائل التربية القرآنية للأمة ترتبط بالنبي برسولها محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا عندما أكبر وأركع وأسجد وأقوم وأقرأ التشهد والفاتحة أنا أتذكر الحبيب محمد الذي علمنا هذا، صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، أستأذنك معنا أبو عطية على الهاتف، تفضل أبو عطية. أبو عطية تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلام. تحياتي لحضرتك ولفضيلة الشيخ. لدي سؤال ربما خارج المطروح، إذا في لا إذا خارج الموضوع أستأذنك خليل الساعة الثانية، ابقى أعطيه للزملاء وناخده في الساعة الثانية. شكرا لك يا أبو عطية، إحنا بس عشان نخدم المادة العلمية لهذه الساعة، لأنها بتنزل بعدين على يوتيوب، بتروح على منصات التواصل، عشان الطلاب العلم وغيرهم من الناس يستفيدوا من الفكرة كاملة خلال ساعة تلفزيونية. الساعة الثانية منخصصها للأسئلة الأخرى. شكرا يا أبو عطية.
وأنا أعتقد أنهم الزملاء سألوك أنت حتحكي في الموضوع ولا لا. إن شاء الله خير. على كل فضيلة الشيخ، إحنا في الدقائق الأخيرة من هذا الموضوع، أنا بس كانت يا ريت إن أيوة نجمع الموضوع للمتابعين. تفضل. البديل إيه؟ البديل الآن هي المجامع والمجالس الفقهية. نعم. البديل سواء بإمكاننا أن نحصل الإجماع بأن ينظر في كل قطر من الأقطار للعلماء المجتهدين، توضع ضوابط 1 2 3 4، من تتوفر فيه هذه الشروط وتجرى له الاختبارات يكون من أهل الاجتهاد، وأهل الاجتهاد يجمعوا في مجمع وتعرض عليهم المسألة في بلد، وهكذا في كل البلاد. ثم إذا أجمعت الأمة، إذا أجمعت الأمة على هذه المسألة صار هذا إجماع، إذا لم يجمعوا وكانت الغالبية يبقى صار هذا هو رأي الأغلبية من أهل العلم. تمام. وهكذا. نعم. ده البديل باختصار للإجماع المجالس الفقهية. وحتى إذا لم نستطع ننشئ إجماعا من المجامع الفقهية، فلئن تكون الفتوى جماعية خارجة من مجمع فقهي أو مجلس فقهي خير من أن تكون مسألة فرضية، لأن لا شك فرق بين عقل الواحد وعقل الاثنين وعقل الثلاثة وعقل الأربعة وعقل المئة، فرق بين أن تعرض المسألة على إنسان فيبدي فيها رأيه وأن تعرض المسألة على جمع. ولقد رأيت كثيرا من شيوخي العلماء رضوان الله عليه، ومنهم العلامة الكبير علامة العصر فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي، ومتعه الله بالصحة والعافية وأبقاه ذخرى للأمة، سمعته بأذني ورأيته بعيني في خلال مناقشة مسألة يقول أنا كنت أفتي فيها بكذا، كنت أفتي فيها بكذا، والآن رأيي مع رأي المجلس، بعد أن يعني أخرج المجلس دفائن الكتب وأخرجت العقول عصاراتها، العقول عقول فقهية، عقول العلماء أخرجوا عصاراتهم، ثم كانت النتيجة هو هذا الجواب، هو هذا الجواب. فكان شيخنا متع الله بالصحة يقول أنا الآن أتراجع عن رأيي الذي كنت أفتي به إلى رأي المجلس، وأنا أقول هذا على الهواء، وهذا من باب إعطاء يعني الحق لشيخنا بارك الله فيه، بأنه فعلا يعني يستحق أن يكون علامة الأمة، عندما ترى التواضع من العالم أن يقول أنا أنزل عن رأيي لرأي الجماعة، ما أظن أن بعد ذلك تواضع زاده الله من فضله وأسبغ عليه نعمه ومتعه بالصحة العامة. أكرمك الله. طيب فضيلة الشيخ، في آخر دقيقة، ما النصيحة للأمة في الاستماع في مثل هذه المسائل والأخذ، لأنه هو كمان يعني أحيانا في تدليس، يعني هو بيقول إنه هؤلاء استندوا مثلا في موضوع النقاب على إجماع العلماء، أنا ما سمعت الآراء فقهية لمعاصرين يقولون إنه مسألة النقاب هي مسألة إجماع علماء، فهو في نوع من الخلط، في نوع من الخلط المتعمد، ما بدي أحكي مصطلحات أكثر من هيك يعني. لا هذا واضح ده، ما يقول أنهم أخذوا النقاب زي ما قلت، لا يعرفون لا يفقهون شيئا في دين الله، وبعدين من هؤلاء حتى نأخذ منهم ديننا؟ هي الإشكالية عندما يجلس الناس لهؤلاء ليستمعوا منهم في مثل ما يقولون، وهذا خطأ. المستمع يجب أن لا يستمع أصلا لهذا الهراء أبدا، لأنه هو يضيع وقته وسيسأل عن هذا الوقت بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك علي عندما يسمع أمثال هؤلاء يتكلمون في مثل هذه المسائل ما لم يكن عنده أنا آسف هدف أن يرد عليه ردا علميا حتى يفند كلامه، لا، عليه أن يغلق في وجهه ولا يسمع له، لأنه ليس أهلا لأن نسمع له في هذا المجال. ممكن يهرطأ في الإعلام، يهرطأ في التمثيليات، في أي حاجة، في يعني مسرحيات يكتبها،
في أي شيء في أفلام يألفها، لكن في دين الله لا. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، كما قال الإمام الحسن البصري رضوان الله عليه: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. وهذا لا علاقة له بأولي الأمر من المسلمين من علماء الأمة أبدا في هذا المجال بحال من الأحوال. أكرمكم الله فضيلة الشيخ حسين حلاوة على هذا التوضيح.